السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما نساو خوتنا اللي في الغربه. فيديو اليوم راح نجيب لكم تسمعوا صوت وصوره الصحفي والاعلامي المعروف مجيد بوطمين، صحفي قناه الجزيره الاخباريه. هذا الصحفي اللي حسب كل الاخبار تقول باللي هو اللي دار مقابله مع الناخب الوطني جمال بالماضي في الدوحه في قطر. وايضا مجيد بوطمين يعتبر من بين يعني الصحفيين اللي كان عنده امل كبير انه المقابله راح تتعاود ولا نتاهل مباشره، وكان شاد بزاف 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 في الامل نتاع اعاده او تاهل المنتخب الوطني. راح تتفاجئوا مجيد بوطمين في كلامه، وفي نفس الوقت يقصف جهه معروفه نتاع بيع الاوهام. نسمعوا ونشوفوا صوت وصوره مجيد بوطمين. ما رايك في من يدعي انه يملك ادله دامغه حول تلقي الحكم قسامه رشوه من قاموال ايتو، خاصه ان هذا الشخص اللي راه يدعيه ومعروف للريزو سوسيو لم يقدم هذا الدليل منذ اكثر من 20 يوما؟ والله انا لا اثق في هذه الامور. يعني اذا هذا الشخص اللي عنده دليل والمفروض يخدم بلاده ويقول انا نقدم خدمه لبلادي، يعطيه للسلطات وهي تمدوا للفاف، والفاف باش تحطه في الملف وتروح هي تدافع على نفسها وتجيب حقنا. يعني وسوف نخرج في مظاهرات لنرفع شعارات ونحييه في كل الشوارع الجزائريه. اما حكايه الشعبويه وعندي ومش عارف واش ونخليه ونروح، انا لا اثق في الامور هذه صراحه. يعني وباختصار باش ما نطولوش في هذا الامر، نتمنى يكون حقيقه ولكن استبعد جدا ان يكون شيء مادي، لاننا في 2022 ما نظنش انه ايتو يكون غبي لهذه الدرجه انه مش عارف. انا ما دخلتش في راسي، خلينا نقولها بالعام. ما رايك في الخرجه الاخيره تاع امس حول قبول الكاميرون اعاده المباراه؟ هذا الا يعتبر استخفاف بعقول وعاطف لعواطف الجزائريين؟ باع قالوا باللي هم قبلوا يعاودوا بصح حنا باغيين نكلفوا ديريكت. لا حكي فاضي يا رجل، ما لا اثق في هذا الحكي فارغ. سؤال مهم جدا كما اخويا مجيد، وكان انت كنت قادر تستغل هذه الفرصة كما بعض الناس ربي يهديهم. ما رأيك في الصفحات والمواقع الإلكترونية التي تتبنى الأخبار الكاذبة والمغلوطة وتتبنى الخطاب الشعبوي في زيادة كبيرة في المشتري الجماعات؟ الله يكاتك وعلا والله شيء عيب، لأنه المشترك ويديروا أسماء مشبوه. نعم. كانوا قادرين يديروا اسمك، يديروا موقع ويطلعوه مجيد قال يطلعوه سوميكا. صحيح، الحمد لله انا ما لست في حاجه لهذه الامور. اذا طلعت نحكي على شيء بقناعتي الشخصيه ما عندي اي هدف، لا الناس يعطوني اللايكات ولا في حاجه لاي شيء، نعطي رايي وجهه نظري المنطقيه مع امنيتي بلادي وفقط. للاسف اصبحت يعني ظاهره نخدموا بنا بالقضيه تاعنا بالضبط، اجانب يدخلوا في الخط وياخذوا فينا وياخذوا فلوس بسببنا، لانه تعرف لما يوصل لعدد معين من اللايكات وكذا يصبح مقابله الباي بال، هذا الباي بال فلوس وكذا، وبالتالي الامور هذه خسيسه بوجهه نظري. مثل ما شفتوا وسمعتوا خوتي، مجيد بوطمين صحفي الجزيرة الإخبارية صوت وصورة يرد بطريقة مباشرة على زعيم الفئة القليلة من الهايشر اللي داروه زعيم ونصبوه زعيم، وأيضا أصحابه تاع الخروط معاه تاع اليوتيوب يرد عليهم بطريقة مباشرة، قال لهم هذه اللي عنده دليل يجيبوا يقدموا الاتحادية، بركاونا من الشعبوية، هذا مجرد شعبوية وكسب يعني منظهر الشعب الجزائري واستغباء الشعب الجزائري، واللي عنده كما قلنا دليل مادي يقدمه وكفانا من التفاهات. ايضا تكلم قال انا واحد من الناس كنت قادر نشيع باش باللايكات وبالهف والخرطي ونطلع باللايكات ونطلع ونشيع، اذا كلام فارغ. ويأكد على زعيم الفئة تاع الهايشر، قال لهم باللي قضية تاع الكاميرون راهي تبغي إعادة المقابلة،
وما تبغيش الجزائر تتأهل مباشرة، معليش الكاميرون قبلت باش نعودوا معاه الماتش. السوسيال تسلك باك الكاميروني خايفة، الكاميرون والاتحادية نتاعها راهي كل فلون تترعد، خايفة بزاف وتريد يعني ولو حتى نعاودوا مع المقابلة معليش. السوسيال ما تالش الجزائر وحدها برك، شفتوا كيف يستغبوا الناس، قال لك هذا كلام فاضي كلام فارغ. اذا قال لكم هذا كلام فارغ وكلام فاضي، مجيد بطمين صوت وصورة، صوت وصورة. والمشكلة مش غير زعيم بعض الفئة القليلة من الهيشر، حتى أجانب وناس أخرين من دول عربية يستغلونا ويستغلوا العاطفة نتاع الجزائريين وحبهم المنتخب الوطني، يعودوا يكذبوا عليهم باش يفيدوا من ظهورهم، كاين حتى مش معروف ومش شايع الشهرة باش بالكذب نتاعو على الجماهير الجزائرية. شفتوا هذا الزعيم تاع الفئة القليلة من الهيشر وش كان يقول لكم؟ قال لكم الكاميرون راهي باغية تعاود ماهيش باغية الجزائر تتأهل، حنا رانا باغيين نتأهلوا ديريكتومون. كنا نهضروا ما تصدقوش. هاو مجيد بطمين من الصحفيين القلائل القلائل اللي كان شاد عنده أمل، من الصحفيين القلائل. وتعرفوا مجيد بطمين اللي دار حوار مع الناخب الوطني جمال بالماضي، قلك ما فيهاش ويكفي من الكذب وبيع الأوهام للشعب الجزائري. الكذي خزعبلات، كلام فارغ، كلام فاضي معناه كلام فارغ. قلكم تبيعوا الوهم للناس وتتاجروا، تتاجروا بعواطف الناس، تجارة تجارة، مش غير زعيم من الفئة القليلة من الهيشر، من حتى أصحابه تاع اليوتيوب تجارة. على باله ما كان والو، على باله أمور محسومة، بصح يكذب. الله يسهل، نلعبوا لهم بالشعبوية لأن الشعب هذا يحب يلعب الكلام المعسل، بصح كي تحطه في الواقع تولي ماكش مليح. وبالفعل بالفعل كنت قادر أنا في رمضان عقبة كل كذب ونكذب عليكم ونقول لكم انتوا فابيا، وبالعكس الشعب كله نقودوا معايا، بصح ما نقدرش، ضميري ما يسمحليش وتربيتي وأخلاقي ما يسمحوليش أني نكذب على الناس، وخاصة في شهر فضيل اسمه شهر رمضان المبارك. شهر رمضان وزيد نكذب يا لطيف يا لطيف، بصح هذا عندهم عادي، الجيفة ياكلوها عادي نورمال، الجيفة وياكلوها عادي، كلش مباح، كل شيء مباح، رمضان ولا مش رمضان كل شيء مباح. اذا مجيد بوطمين يقصف الزعيم الوهمي نتاع الفئة القليلة من الهيشر واصحابه نتاع اليوتيوب، قال لكم هذا ما يسموهم بيع الاوهام والتجارة، ما كان والو، خرطي في خرطي، خرطي في خرطي. واللي عنده دليل ومتأكد من كلامه واثق من كلامه يقدمه ونخرجوا نصفقوا لك. وبالفعل انا اول الناس لو تقدم لي دليل، حتى ما نشرح يلعبوا كاس العالم والتقصينا خلاص والفيفا حقرتنا، بس يكون دليل صحيحة، دليل صحيح مش فوتوشوب، دليل مادي صحيح وقوي نصفق لك، انا اول الناس نصفق لك. بصح ما كانش، ويوم ورا يوم ما بقاش بزاف على الدوز، ما بقاش اليوم رانا ننف، مبقاش بقى ثلاث ايام، ثلاث ايام وعاد تولوا مسخره، راحين تولوا مسخره، بقاوش بقاش بقاش مبقاش بزاف، بقى ثلاث ايام. انتم اللي حبيتوا روحكم هكا، انتم اللي وصلتوا روحكم هكا، الكذب نتاعكم هاو دار عليكم، لان حبل الكذب قصير، حبل الكذب قصير، وراحين تتصدموا بالواقع نتاع الشعب كي يكشفكم. ديجا الشعب خلاص بدا يدور عليكم وراح يكشفكم فرد 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 كيما راكم. انا قلتها اللي عنده دليل يقدمه، وراح نشكروه ونصفقوا عليه ونقولوا له هاو حقك وبارك الله فيك، ما كانش دليل يما لا سلكوا رواحكم من الشعب. هذه من الاخر من الاخر، ما عبيتوش تسكتوا وتبركوا من الدعايات والكذب نتاعكم، ربي يكشفكم، ربي سبحانه يكشفكم، ربي سبحانه يكشفكم. اذا كان هذا فيديو قصير، مجيد بوطمين يكشف ويوضح الصورة الحقيقية ويقصف في نفس الوقت بائعي وتاجري الأوهام وزعيم الفئة قليلة من الهيشر وأصحابه تاع اليوتيوب الخروطو بائع الأوهام وتجار الأوهام. إذا في الأخير ملتقانا مع مزيد من الفيديوهات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.